بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل المحاضرة الثانية في الإنفلاميشن. عايزة أفكركم الطلبة الأعزاء، طلابي وطلباتي، بأن الإنفلاميشن هنشير سكرين دلوقتي. هنقول سريعا المحاضرة الأولانية بسرعة بحيث أنكم تبقوا معايا في المحاضرة الثانية. اتفقنا من اول الديفينيشن ان هو سيلولار اند فاسكولار فينومينا او راز رياكشن، ان هو سيلولار اند فاسكولار رياكشن اوف ذا ليفينج تيشو اون ان ايريتانت تو جيتينج ريد اوف ايت ايريتانت. قلنا الكوزز اوف انفلاميشن از ذا سيم كوز اوف سيل انجري، هي سيم هايبوكسيا كيميكال فيزيكال اند سو اون. بنقول يعني ايه اكيوت انفلاميشن، يعني ايه كرونيك انفلاميشن، يعني ايه سب اكيوت. عاده اولموست اولوز بينقسموا الى اكيوت وكرونيك وسب اكيوت. احنا هنعني دلوقتي نقول سام بوينت اوف اكيوت وسام بوينت اوف كرونيك، ودول قلناهم المره اللي فاتت. عايزين نقسم الانفلاميشن، قلنا اكيوت وكرونيك، والاكيوت سابيوراتيف ونان سابيوراتيف، هنعيد الكلام ده تاني، والاكيوت لوكالايز وديفيوز، والكرونيك سبيسيفيك ونون سبيسيفيك، ودي جرانيولوما. قلنا التقسيمه من الاول، اتكلمنا على البلاد ان ذا فيسلز، هي الليكوسايت والماكروفاج والليمفوسايت اند سو اون، وورينا لكم اشكال الخلايا تحت الميكروسكوب. وبعدين اتكلمنا على، هنتكلم بقى دلوقتي ازاي حصل الاكيوت انفلاميشن من اول اكيوت فاسكولار فينومينا ويز لوكال تيشو انجري، وبعد كده هنتكلم على الجنرال افكت بعد ما نخلص الاكيوت انفلاميشن ان ذا فورم اوف انجري ثم فاسكولار فينومينا او اسمها لوكال فاسكولار فينومينا، بتنقسم الى فاسكولار وسيلولار ستيج، وهنتكلم عليها بالتفصيل. وقلنا في 3 بوكس قدامنا: تشينج ان بلاد فيسلز، تشينج ان سيركيوليتنج بلاد، and then formation of exudate. بسرعة هنتكلم على الفاسكولار فينومينا من أول transient vasoconstriction ونقول ليه، ثم vasodilation، الوعاء هيوعى هيحصل له dilatation أو dilation ده due to reflex vasoconstriction، ده حصل له paralysis و effect of what's called chemical mediator. وعلى هذا الوعاء لما هيكبر قوي قوي هيحصل لي increase in vascular permeability وعليها increase blood flow، ثم بعد increase blood flow بيحصل what's called stasis. increase blood flow عليها due to sustained stasis increase capillary bed increase blood viscosity، يعني اللزوجة secondary تروس بلازما in the tissue، يعني لما هيوسع الوعاء اللي هيخرج الاول البلازما وبعدين السيلز في الوعاء ده هتغير من طريقتها. اهم سيلز هيحصل لها تغير النيتروفيل، one of the important cell of blood white BCs white blood cells، اسمها نيتروفيل او الاسم الثاني بوليمورف نيوكليير ليكوسايت. يبقى هي اسمها يا ليكوسايت يا بوليمورف نيوكليير ليكوسايد يا نيتروفيل. النيتروفيل دي اهم خليه، خليه محترمه جدا بتطلع في الاكيوت انفلاميشن. لما البلاد وسع قوي ابتدى يحصل البلازما بروتين دي تخرج شويه من الكابيلر برميابيليتي، وراها هيحصل تشينجز اوف واتس كول، يعني احنا لما خلصنا عند الاستيزز ابتدت النيتروفيل تعمل الايه جيرني بتاعتها من اول مارجينيشن، يعني تحرفها جوه الوعاء، وتحرفها ده قبل ما يحصل لها رولينج بنقول لها اعملي فيرست اديجن، بيقولوا عليها لوس اديجن اللي هو انجيجد اتخطبت للاندوثيليوم، ثم بعدها حصل لها تثبيت سكند اديجن وات از كول فيكسد اديجن اور اديجن اسمها بيفمنتيشن رولينج، بيفمنتيشن فيرست اديجن ثم سكند اديجن باي وات باي اديزف مولكيول. احنا قلنا ان الوايت بيسيز النيتروفيل عليها 2 اديزف مولكيول والاندوثيليوم عليه 2 اديزف مولكيول، ان اللي على كره الدم البيضاء النيتروفيل عليها واحد اسمه العالم اللي عملها هقول لكم اسمه حالا بس اسمها ميوسين لايك ليجن وعليها انتجرين. الميوسين هيشبك مع السلكتين والانتجرين هيشبك مع الايكام والفيكام والبيكام والكلام ده.
عند لحظة لما تشبك هتبتدي تخرج immigration، هتبتدي تخرج كلمة margination تحرف، immigration المرادف ليها migration، فما برضاش أقول إنها هاجرت الوعاء، فبقولها immigration عشان ما تتلخبطوش مع المارجينيشن. ثم كلمة chemotaxis، chemotaxis دي معناها إنها خرجت toward the higher attraction، دي خروجها من الوعاء لبره اسمها كيموتاكسيس. امال مين اللي نداها بره؟ نداها بره الكيموتاكتيك فاكتور اللي هم الكيميكال ميدييتور. بعد كده بعد ما هيبقوا خرجت بره هتعمل لي حبه ميه كتير جدا، الميه دي مليانه بروتين ومليانه فلويد، هو بروتين ومليانه سيلز، مين هم ومعاهم كيميكال سبستانس. يبقى الحفله اللي بره اللي مستنياها اللي هي انفلاماتري اكزيوديت. مينز اكزيوديت يعني ايه يا دكتوره سهير؟ يعني سابيوريشن، النتروفيل دي لما بتموت بره الخليه هي دي الخليه الصدديه. النتروفيل في معركتها لما تموت الديد نتروفيل هي البص سيلز. بعد كده بيحصل حاجه اسمها فاجوسايتوزيس هقولها لكم حالا. ثم سينسز اوف بايوكيميكال ميدييتور اكسترا سيلولار ريليز، يعني في النهايه الحبه اللي بره دولت هيمتصوا ويخلصوا، يبقى الجسم تخلص. انا اهم حاجه عندي الخمس خطوات دول بير ان مايند. هنبتدي بقى نقولنا يعني ايه مارجينيشن، وقلنا يعني ايه بيفنتيتنج، بيفنتيشن رولينج، وقلنا ادهيزيف مولكيول هم مين المره اللي فاتت، والسيلكتين والاي بي كا الاي كام والفي كام والبي كام والباك كام. والانجريشن يعني ايه؟ الهجره، الهجره من الوعاء خارج الوعاء، واتكلمنا عليها بالتفصيل ويعني ايه كيموتاكسيس. وبعدين اتكلمنا على ازاي الكيموتاكسيس حصل. خلي بالك هي الاميجريشن حصلت بالاموبويد، الكيموتاكسيس حصل ان النتروفيل عليها كمان كيموكاينز مديهولها هديه. مين مديهولها هديه؟ الكيميكال ميدييتور. خلى الكالسيوم ده تشينج في البايوكيميكال، في البايوكيميكال رياكشن كوزز انكريز الكالسيوم، الانكريز انتراسيلولار كالسيوم هيخليها تكش وتبتدي تخرج، ويبقى دي اسمها كيموتاكسيس. وهنا اتفرجنا على الشكل الجميل ده، قلنا ليكوسايد بتيجي تتحرف، وبعد ما اتحرفت مارجينيشن، بيفمنتيشن رولينج سلو رولينج فيرم اديجن ترانس مايجريشن كيموتاكسيس. اند الخطوه الاخيره عند الكيموتاكسيس، ووقفنا المره اللي فاتت وقلنا بيتعمل بره انفلاماتوري البوكس الثالث انفلاماتوري اكزوديت، ووظيفه الاكزوديت ده بعد كده هناكل البراكت، هناكل الاستيمولاي اللي دخل لنا. تعالوا بقى نكمل بس افرجكم تاني، مارجينيشن رولينج اديجن اند اما خرجت حصل الفاجوسايتوزيس، يعني كلت الحاجه اللي بره. طيب احنا بنكمل الصوره دي، الصوره دي رائعه برضو، بيوريك ان ده الاكزيال ستريم ودي الار بي سيز، دي النيوتروفيل وتحرفت هنا، في هنا برضو بليتلت بتقف تساعدها تخرج بره. المنظر ده كله لما النيوتروفيل تيجي على الحرف وتقف هنا، وبعدين يحصل لها بيفمنتيشن ثم تخرج بره بحاجه اسمها انجريشن. وبنفرجك النيوتروفيل وعليها واتس كول ميوسين لايك ليجنز، وعليها كمان انتجرين، وهنا على الاندوثيليوم في اتنين ادهيزف مولكيول. بفرجك تاني عشان ما تزهقيش وما تزهقوش من النيوتروفيل، بتعمل عمل عظيم في الاكيوت انفلاميشن. الصوره دي برضو جايه من روبن، رولينج اكتيفيشن ادهيجن ترانس مايجريشن، خرجت كيموتاكسيس. والصوره دي بقى بيبين لك مين هو الميوسين لايك ليجنز، العالم اللي اكتشفه اسمه سايلال لويس، الراجل ده ساينتست قال ان فيه ساينتست راجل عالم كبير قال ان النيتروفيل عليها مايوسين لايك بيشبك مع السيلكتين، ودي صوره توضيحيه اخرى لواتس كول هجره النيتروفيل بره علشان تاكل البارتكل ده. وهنتكلم على الفاجوسايدوز النهارده، وهنتكلم على الانفلاماتري اكزوديت، مين هو الكومبوزيشن وحصل ازاي الانفلاماتري اكزوديت، ودي صوره ايضا توضيحيه. النهارده بقى المحاضره الثانيه اللي هي وات ذا مينينج اوف البوكس الثالث انفلاماتري اكزوديت، وات از ذا مينينج هير اوف اكزوديت. مش احنا خرجنا من بره من جوه الوعاء لبره، مين اللي كان منتظرنا بره؟ الكيميكال سبستانس. وايه كمان خرج معايا وانا خارجه؟ خرج معايا سيلز، وخرج قبل السيلز شويه بلازما بروتين. اذا اللي بره ده، اللي بره واللي خرج ده متكون من تو بارت، فلويد بارت وسيلولار بارت. تعالوا نتعرف ازاي خرج. دي المحاضره الاولى خلصت، بنبتدي نشير المحاضره الثانيه.
المحاضرة التانية نشيرها دلوقتي اهي اللي هي دي. وقفنا عندها ان احنا بنتكلم على الفورميشن اوف انفلاماتوري اكزوديت ازاي حصل. طب انت قلت لي ان الوعاء فتح، الوعاء كبر، لما كبر ده معناها ان الهيدروستاتيك بريشر بتاع الميه اللي جوه دي، البروتين الميه اللي جوه دي عالي. يبقى اول كوز اوف خروج الحاجه دي بره مع الكيميكال سبستانس اللي احنا قلناها انكريزد فاسكولار بيرميابيليتي، الاوعيه البورز اتفتحت. انكريز انترا فاسكولار بريشر اوف الجوه ده ريزلتنج فروم انكريز بلاد فلو فورس ذا دايفر فلود اوتسايد، يعني الهيدروستاتيك بريشر اوف بلازما بروتين اللي جوه ده، الميه اللي جوه زادت الضغط بتاعها، لازم تخرج، تخرج عشان يتوسع الوعاء. يبقى في واحد انكريز، اتنين انكريز، تلاتة انكريز، واحدة بس اللي بتديكريز. تعال نشوف ايه اللي بينكريز عشان يخرج المية والخلايا من جوه الوعاء عشان يعمل لي انفلاماتوري اكزوديت. تاني انكريز فاسكولار برميابيليتي، انكريز انترا فاسكولار هيدروستاتيك بريشر، انكريز انكولويد اوزماتيك بريشر اوف تيشو، التيشو اللي بره، الحاجة اللي بره بتشد، وتكريز البلازما بروتين بريشر اللي جوه. تلاتة انكريز وواحد ديكريز. تاني الكولويد بريشر بتاع البلازما بروتين اللي بره بيشد، واتنين جوه بيزيدوا، الهيدروستاتيك والبرميابيليتي. طب يبقى في حاجه قلت انها ما ترجعش الدنيا او تنظف، التيشو اوزموتيك بريشر بيزيد، البلازما اوزموتيك بريشر بيقل. خلونا مع بعض، خلينا نحفظها على هذا المنظر. قولي انكريز انكريز انكريز، ولما تيجوا تاخدوا الإديمة هتعرفوا ان في اوزموتيك بريشر بيقل. يبقى واحد انكريز فاسكولار بريميابيليتي، اتنين انكريز انترا فاسكولار بريشر هيدروستاتيك بريشر، انكريز واتس كول كولويد اوزموتيك بريشر. لو احنا بصينا هنا كده الدنيا ماشيه، البلازما بروتين عادي، عشان يخرج بره الحاجات دي بره كده، عشان تخرج بره، عشان تخرج الحاجه بره، يبقى في انكريز هيدروستاتيك بريشر اوف ذا ايه، اوف ذا بلازما هنا، الفلويد اللي جوه هيخرج بره، والبرميابيليتي هتزيد، والتيشو بره او الحاجه اللي بره هتشد. واحد اتنين تلاتة. انا عايز اقول لك بقى ان الكولويد بتاع ده هو اللي بيقل، لكن اللي بره اللي بيزيد بيشد. يبقى في اتنين بيزيدوا جوه، واحد بيزيد بره، واحد بس اللي بينقص جوه. مين هو؟ الاوزموتيك بتاع الفلويد، لكن التيشو بيزيد. يبقى انكريز 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 ديكريز واحده. مين هي الواحده؟ الكولويد بتاع التيشو اللي جوه، بتاع الفلويد اللي جوه. هوايل انكريز هيدروستاتيك انكريز كابيلاري انكريز تيشو بريشر او اوزموتيك. طب يا سيدي ويا ستي ويا تاج راسنا جميعا، الطلبه كلهم اللي هيذاكروا الكلام ده ويفهموا الكلام ده كويس جدا، اذا اللي خرج ده ميه ومعاها خلايا، يبقى اللي بره ده اسمه ايه؟ انفلاماتري اكزوديت. تلاقي ايدك ورمت بعد الالتهاب. اللي ورم ده ايه؟ بلازما وفلويد، فلويد وتيشو، فلويد وسيل. يبقى بيتكون من تو بارت، فلويد بارت، تعالى نتكلم على خصائص بتاعته، وسيلولار بارت. طب لما تيجي كده بقى، قبل ما اتكلم على الفلويد بارت والسيلولار بارت، انا ايدي دي اتعورت، احمرت. لو احنا فهمنا الفاسكولار فينومينا هنطبقها على الكلام ده. احمرت ريدنس عشان انكريز البلاد فلو تسمى تعال نشوفها اغنيه، ريدنس هوتنس سويلنج بين لوس اوف فانكشن، ريدنس هوتنس سويلنج بين لوس اوف فانكشن. يعني ايه يا دكتوره سمير؟ بالراحه، ريدنس اسمها رابر وعاني، هوتنس يعني كلر، لا ريدنس رابر يعني احمر، لونه احمر، اسمه رابر، بيقولوا عليها بالجديد رابر. كلر يعني لونه برضو احمر من الريدنس من الهايبريميا، وكلر من الهوتنس، وسويلنج من الميه اللي اتكونت، والبين اسمه دولار يعني اعاني امبرتوم. ايه الكلام ده؟ بتفسريه ازاي؟ لو انا فهمت الفاسكولار فينومنا من اول انكريز بلاد فلو ثم هايبريميا ثم حصل البين، هنا بقى يا دكاتره عشان الكيميكال ميديتور بتطلع حاجه اسمها بروستاجلاندين، دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل ألم.
والسويلنج عشان الميه اللي اتكونت وايدي بعد كده. ايه ده؟ وانت لما ايدك توجعك او واحد راح عملت له سنته وخلعتها له واتالم هتدي له ايه؟ انتي كيميكال ميديتور. وهو مين؟ في عندي في الكيميكال ميديتور بروستاجلاندين، ده مسؤول عن الالم، يبقى انا بدي له انتي بروستاجلاندين. هفسر ده الكلام ده تاني، لو انا فهمت الفاسكولار فينومينا افهم الكاردينال ساينز، الحاجات الهامه في الالتهاب. بتشوفي ايده صبعه احمر ورجله احمرت، وش ورم صبعه احمر، ريدنس هوتنس، نار مولعه سخنان من انكريز بلاد فلو وستيزز اوف بلاد فلو سستيند بلاد فلو، سويلنج الميه اللي طلعت اللي هي الانفلاماتور ايديما، البين ديو تو كيميكال ميديتور اسمه بروستاجلاندين، امبيرد فانكشن، ايدي تقلت من الميه مش قادره احركها. يبقى الفاسكولار فينومينا دي according to local vascular phenomena due to cardinal، هنلاقينا تدينا cardinal sign redness hotness swelling pain loss of function. تعالوا نكملها تاني وهنقول تاني مين الفلويد بارت اللي انت شفتوه ده. الفلويد بارت ده بروتين، البروتين ده rich in fibrinogen. طب ما تيجي نعرف الخصائص بتاعته، من 4 ل 8 جرام فايبرينوجين، السبيسيفيك جرافيتي مور ذان 10 20. يعني ايه كلمه سبيسيفيك جرافيتي؟ اكيد خدته في البايوكيمستري، لو جبت انبوبه كده وحطيتها وحطيت فيها الفلويد ده، معدل جاذبيه الفلويد ده 10 20. الفلويد بارت ده ان كيس اوف انفلاميشن ليجن ماست بي ديفرنشيتد فروم ترانسوديد. يبقى انت لازم تعرف الفرق بين الميه اللي فيها صديد والميه النظيفه، المية اللي بتاعت الانفلاميشن ومية بتاعت رجل ماما انها ورمت واقفة في المطبخ. يبقى لازم تعرف ان في فلويد او تورم في الرجل او في الجسم معاه مية نظيفة، زي حاجات في القلب وفي الكلى وفي الكبد، وحاجات برضو لوكال زي الانفلاميشن. يبقى الانفلاماتوري ايديما بتبقى معاها صديد، الايديما اللي اسبابها اخرى زي الناس اللي عندهم كلى او قلب او كبد، او ناس مثلا واقفين بتوع اللي بتولد وعامله عندها بريشر من الهيد اوف ذا فيتس، او اللي واقف مكواجي وتعبان طول النهار عنده فاريكوس فين، عنده ليمفاتيك اوبستراكشن. لازم نعرف الفرق بين الايديما بتاعه الانفلاميشن والايديما الثانيه، وهنقولها الكلام ده تاني لما نروح للسيركيوليشن. اذا انا بتكلم على الفلويد بارت، كلميني تاني على الفلويد بارت يا دكتوره سوير قبل ما تقولي لي الفرق بين الاكزوزيشن ترانزوديت. اقول لك الفلويد بارت ده ليه مزايا عظيمه، بيعمل دايليوشن للتوكسين، بيخفف التوكسين، بيبروفايد الاريا. شوف بقى بيمد الاريا دي بايه، بيبروفايد الاريا، بيمد الاريا اوف انفلاميشن ويز انتي بودي كومبلمنت انترفيرون برينجينج ثيرابيوتيك ايجنت. كل ده ايوه بيجيب انتي توكسين وانتي واوبسونين، وبيجيب كومبلمنت عشان يتخلص من هذا الفايبرينوجين. has a great role. What is the function of fluid part؟ هو مين؟ احنا قلنا هو عبارة 4 ل 8 جرام بروتين فايبرينوجين. هو مين؟ specific gravity 20 10. هو exudate ولا transudate؟ هو exudate. بيخفف التوكسين؟ ايوه. بيبرنج الاريا بايه؟ الانتيبودي، وبروفايد انترفيرون وكومبلمنت، وبيجيب المضاد الحيوي للمكان ده، لمكان الالتهاب. بس كده؟ لا، ده كمان الفايبرينوجين ليه وظيفه اكبر من كده، ان هو بارير. بارير يعني ايه؟ يعني عازل، بيخلي الاورجانيزم يعزله شويه عن الانفكشن، بيعمل جلوسه بستانس عشان يطلع الانتي بودي الانتي بايوتيك عليه. نقرا كده، الفايبرينوجين لوحده كونفرتد انتو فايبرين نتورك، ويتش امبورتنت في ايه؟ بارير تو ذا سبريد اوف اورجانيزم، بيمنع الاورجانيزم يسبريد مور. لوكالايز الانفكشن، سيمنت يعني جلو او عباره عن ماده تلزق تخلي الانجري يقل. اكت از نتورك ايبون ويتش النيتروفيل تطلع عليه. النيتروفيل هنا لها دور كبير قوي هتعرفوه دلوقتي. يبقى ده الفلويد بارت. طب قبل ما اقول السيلولار بارت لازم هقول الفرق بين الترانزيوديت والاكزيوديت. الترانزيوديت ده بتاع الايديما النظيفه، والاكزيوديت ده بتاع اللي فيها ايه؟ دي الاكزيوديت فلويد اوف انفلاميشن، دي فلويد اوف ايديما، ايديما العاديه. هاي بروتين كونتنت، لو بروتين كونتنت، سبيسيفيك جرافيتي اراوند 10 18، هنا 10 15، يعني ده 10 18 او 10 20. يبقى ده السبيسيفيك جرافيتي لانه ميه اقل. الفايبرينوجين بريزنت، مفيش فايبرينوجين هنا،
كلوتنج اون ستاندنج دونت كلوت، يعني ما بيترسبش ويعمل زي تجلط، كونتين انفلاماتوري نيوكلي. يبقى انا دلوقتي بطلع من هذا بسؤال مهم جدا، وات از ذا باثوجينيسيس اوف انفلاماتوري اكزوديت، انكريز 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 ديكريز، وات از ذا كومبوزيشن اوف انفلاماتوري اكزوديت فلويد بارت وسيرو، وات از ذا فانكشن اوف فلويد بارت، قلنا الفانكشن اوف فلويد بارت والديفرنشيشن بتوين فلويد اند اكزوديت ترانزيتور. طب ما تقولي لي وات از ذا، الاثنين دول زي بعض في المكتوبه في الكتاب عندك الفرق، وات از ذا كومبوزيشن الثاني اللي هو السيلولار بارت. مين هو السيلولار بارت يا دكتور؟ هو واحد سيلز محترمه جدا اسمها ايه؟ نيوتروفيل. الاسم الثاني ليها بوليمورف نيوكليير ليكوسايت. الاسم الثالث مايكروفاج، بتاكل بسيط. امال ماكروفاج؟ ماكروفاج دي سيلز مهمه من الوايت ديزيز، ما تختلفش عليك الامر. كرات الدم البيضاء بتتكون من نيتروفيل وبيزوفيل وايزينوفيل وماكروفاج في التيشو في البلاد اسمها مونوسايت. هنا المايكروفاج اطلقوا على النيتروفيل اسم زي الماكرو، ماكرو يعني بتاكل البارتكل الكبير، هنا بيقولوا عليها مايكروفاج. اللي مضايقوا الاسم ما يقولوش، لكن لازم ما فيش حد ما يعرفش بي ان ال، بي ان ال بوليمورف نيوكليير ليكوسايت او نيوتروفيل. هي بتنجست البكتيريا، بتاكل وتدايجست البكتيريا. ايدد باي بروسيس اوف اوبسينين، هقولها لك يعني ايه. كوتنج البكتيريا السيرفيس ويز اوبسينين، يعني ايه؟ النيوتروفيل بتعملي ايه؟ بجيب سكارف كانها طرحه سكارف، دي النيوتروفيل بتوزع وهي خارجه هاتس او طواقي للبكتيريا، خدوا 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 خدوا. حاجه اسمها اوبسينين، اوبسينين ده في الاميونولوجي، ده حاجه عشان تخلي البكتيريا تقوم طمعانة تلبس كل واحده من دول اوبسينين. تخرج النيوتروفيل تبص تلاقي كل اللي لبس هذا الاوبسينين تاكله. بص بص قد ايه البكتيريا، البكتيريا دي قد ايه النيوتروفيل بتعمل ايه في البكتيريا. اول ما تخرج عايزه تاكل تقوم عامله ايه؟ ريكوجنايز، تقوم موزعه الطواقي بتاعتها على البكتيريا، تقوم كل بكتيريا من دول تاخد لها طاقيه وهي خارجه اللي هي الاوبسينين ده تقوم واكلاهم. وبعد ما تاكلهم هتعمل حاجه دلوقتي هنشوفها في الفاجوسايتوز، بس اول خاصيه منها دي هتموت في القلب المعركه، بتعيش هي من 3 ل 4 ايام. لما تموت هتسمي نفسها باسلز. نقرا الكلام بسرعه، هي مايكروفاج، هي انجست ودايجست البكتيريا باي اوبسونين، نورمال لايف سبان بتاعها 3 ل 4 ايام، افتر زير ديس زير ريليز، بتطلع لما تموت لايزوزومال انزيم. افتكر الكلمه دي واوعى تنساها، بتطلع حاجات تدوب البكتيريا. To digest and liquefy damage tissue، اللي بوظ التيشو، البكتيريا اللي بوظت التيشو، وتاكل التيشو اللي اتصاب. So أول ما تموت تسمى بس سيلز. دي أول واحدة ودي النيوتروفيل. طيب تاني سيلز في منتهى الأهمية اللي بيخرجوا وراها، احنا قلنا النيوتروفيل تخرج وراها ماكروفاج وار بي سيز وبلازما سيل وكل حاجة بتخرج. البلازما سيل غير البلازما بروتين. هذه نعمل لها شابوه، نعمل لها تعظيم سلام. لارج فاجوسيتك، فاجوسيتك يعني سيلز كبيره بتاكل، هي بيل سيتوبلازم ريتش ان لايزوزومز، هاز ا لارج فيزيكال نيوكليير، فيزيكولار فيزيكولار منقطه نيوكليي، هي لارج فيزيكولار نيوكليي. نعمل زوم عليها ونشوفها قد ايه مهمه، شوفوا قد ايه مهمه هذه الايه ماكروفاج. طيب درايفد فروم، لو كانت في الدم اسمها مونوسايت، لو في التيشو تسمى هيستيوسايت. كابيبل، قادره على انجست المايكرو اورجانيزم اند لارج تيشو ديبرس. انا بعمل معاكم مجهود اكتر من كليه الطب على فكره. هيلب تو كلير، بص بقى الكلام ده، هيلب تو كلير اند كلين الاريا، هي المساحه والنظافه وخدامه البيت، ست محترمه جدا بتكلير اند كلين الاريا عشان الانفلاميشن تمشي الانفلاميشن وبتهدي المكان وتجهزه تو بي ريبير. اوعى لما اجي اقول لك فانكشن اوف فلويد ما تعرفش تكتب، واوعى لما اقول لك فانكشن اوف سيلولار ما تعرفيش تكتبي من هي السيلز دي ومن هي السيلز دي. كده احنا خلصنا. طب ما احنا قبل ما نخلص نقول ايه الاسئله المهمه وايه الحاجات اللي انت لازم تخرج بيها تعمل باك اب. انا مش دي اسئله بس، ده باك اب. باك اب يعني ايه؟ تلقط المعلومات اللي تفضل في عمرك الدنيا كلها. احنا قلنا الفاسكولار فينومينا 1 2 3 بوكس، فاسكولار تشينج،
cellular change ثم inflammatory oxidative اللي بقولها النهارده. طب كلمه inflammation يعني التهاب، كلمه itis دي suffix itis، عايز اقول لك انت هنا gingivitis التهاب في اللثه صح، gingivitis itis، يبقى اي itis فيها inflammation. طب عايزه تقول لنا ايه يا دكتوره سوري النهارده في المحاضره دي اخرج منه، انت قلت لنا في المحاضره الثانيه الفاسكولار فينومنا، وقلت لك عشان تفهم الفاسكولار فينومنا هقولها لك مره ثانيه وثالثه، ان حصل انكريز بلاد فلو وحصل عليها اديما وحصل معاها بين كيميكال ميديتور خارج، لازم اعرف ازاي ايدي حمره وازاي ايدي ورمت وازاي وجعاني وازاي مش قادره احركها. ايدي حمرت ووجعاني وورمت ومش قادره احركها، ريدنس وهوتنس وبين ولوس اوف فانكشن وسولينج، وهعدها تاني دي بس بعد ما اخلص الفاجوسايتوز. الفاجوسايتوزز لو جبت سؤال خلاص احنا خلصنا في الانفلاماتوري، وات از انفلاماتوري اوكسجيت كومبوزيشن، وات از ذا باثوجينيسيس، وات از ذا كومبوزيشن سيلولار اند فلويد بار. ايه بقى الوظيفه الكبيره قوي من الانفلاماتوري اوكسجيت؟ فاجوسايتوزز انجولف اند كيل البكتيريا، انجولف اند كيل الفورين بودي، انجولف اند كيلينج تو بي الاريا دي تبقى جيتنج ريد اوف انفلاميشن. يبقى وات از ذا مينينج اوف فاجوسايتوزز؟ انجولف ابلع واقتل تو دي جارد يعني اكسر الفورين ماتيريال موست كومونلي اللي هي بتبقى بكتيريا. اول حاجه بعملها بتعملها الفاجوسايتوزز تعمل ادراك ريكوجنيشن. ادراك ازاي؟ بالنيتروفيل اتاتشمنت تو ذا بارتيكل اند انجيتد باي. ريكوجنيزيشن يعني ايه؟ ادرك الميكروب، ادرك البكتيريا، بدركها بايه؟ بفرق الطواقي اللي هي اوبسونين ان هي حاجه من... مش احنا قلنا ان الفلويد والسيلولار بارت عندهم قدره وبالذات النيتروفيل عندها قدره الاوبسونايزيشن. يعني ايه اوبسونايزيشن؟ يعني ان انا بقول للبكتيريا خدي هذه الريسبتور حطيها على دماغك عشان اعرف. يبقى واحد ادرك، ادرك مين البكتيريا. اتنين ابتدي اكلها، انجولف سبسيكوينت فورميشن اوف فاجوسيتيك فاكيول. النيتروفيل هتعمل كده على البكتيريا بعد ما خلاص عرفت ان هي دي البكتيريا، بعد كده هموتها كيلينج، هعمل ديجارد للانجستد ماتيريال. طب ما تيجوا نتفرج على الكلام ده تاني نكمل. يبقى نقول واحده واحده، ريكوجنيشن يعني ايه؟ يعني اتاتشمنت اوف بكتيريا ريكوجنايز الليكوسايد ريسبتور ويتش بريزنت اون ذا بكتيريال وول اند اكت از انتيجين. ما هو ده بقى اسمه انتيجين. تقوم بكتيريا باي اوبسونايزيشن اللي هي اوبسونايد انتي بودي وسي 3 ار ريكوجنايز باي سبيسيفيك ريسبتور على ليكوسايد. يبقى اول حاجه بعمل ريكوجنايزيشن، النيتروفيل تعمل ريكوجنايزيشن للبكتيريا. اثنين انجولفمنت تبتدي تبلع سمول سيتوبلازمك، هوريه لك على الصوره جميل قوي، هيطلع سودو بود كده من الايه؟ من النيتروفيل. تبتدي تعمل كده فاكيول سودو بود اراوند البكتيريا، تعمل فاكيول كده اسمها فاجوزوم. بصوا الكلام، الفاجوزوم دي قبل ما اشرحها لك هنا هوريها لك هنا، اول حاجه هنا ادي النيتروفيل وادي البكتيريا، الاوبسونين هيشبك هنا، تقوم البكتيريا تقوم عامله ايه؟ تحوطه كده. في جوه البكتيريا لايزوزومال انزيم يخش جوه هذه الفاكيول، تبقى كانت اسمها فاجوزوم، تقوم اللايزوزوم دي تشارك في في الموضوع تسمى فاجولايزوزوم. تاني، انا البكتيريا حوطت هذا الميكروب وعملت عليه واتس كول دايره، الدايره دي اسمها فاجوزوم. انا كبكتيريا عندي كمان، انا كنيتروفيل برضو عندي حاجه، انا اسفه، النيتروفيل حوطت البكتيريا، النيتروفيل طلعت لايزوزوم شارك في المكان، ما بقتش اسمها فاجوزوم، بقت فاجو لايزوزوم عشان تعمل ايه؟ تكسير للخليه. قبل ما اقولها هعيدها تاني وبعدين نكمل تاني. ادي عندي ريكوجنايزيشن ثم انجولفمنت، عملت سيتوبلازميك بروسيس وانجولف، وهي بتانجولف بصوا الكلام الجميل ده، فاجو لايزوزوم فيوجن اوف لايزوزوم جرانيول ويز فاجوزوم، يعني فاجوزوم الاولانيه قامت خرجت شويه ايه؟ لايزوزوم من نيتروفيل، الاثنين اتجمعوا بقى بدل ما تسمع فاجوزوم حوالين البكتيريا فاجو لايزوزوم عشان تكسر وتقطع الحاجه كويس قوي، وتعمل ايه بقى في الاخر؟ ايه؟ تعمل لي بكتيريا الميكانيزم
اكسجين ديبندنج ميكانيزم، البكتيريسايدال تطلع حاجات تموت اند هيدروليسيس اوف ذيسز ايه بكتيريا. نبص على الصوره اكتر من رائعه. ادي من اول ما حصل لنا، نمسكها كده من الاول، ادي النتروفيل اهي وادي البكتيريا. اول ما هتتداركهم وتطلع لهم الحاجات السودا دي، تبتدي ايه، هننزل الصوره دي هنا خالص، هبتدي اطلع اتاتشمنت اتاتشد البكتيريا بالمين نتروفيل، وتتعرف عليها في اللحظه دي وتحضنها كده. اول ما تحضنها الحضن الاولاني ده الفيرست عج ده فاجوزوم، تقوم مطلعه كمان لايزوزوم اللي هو الاخضر ده، لايزوزوم ده الاخضر، يخش جوه الايه نفس الفاجوزوم، يبقى اسمه فاجو لايزوزوم اهو، يقوم مكسر واكسكلود بعد كده. بعد ما يكسروا سوري يعني يطردوا بقى من جسم النيتروفيل، ويبقى انا كده تخلصت منه تمام. يبقى الفاجوسايتوزيس از ذا موست كومن اوبشن اور وات ذا فانكشن اوف انفلاماتوري اكزيديت، رغم انها بتطلع فلويد برضه، از افاجوسايتوزيس، انها تاكل. يبقى انا ايديا ورمت بسهوله، مش بسهوله، ورمت عشان فيها اكزوديت تقتل وتموت الكلام ده كله، وهيتشرح تاني ده كله في العملي. انفلاماتوري ريسبونس بوريك شويه صور، عند هقف عند اللوكال فاسكولار فينومنا في هذه المحاضره عشان نكمل. ادي البكتيريا لو اي دبوس دخلي، ادي بكتيريا تقف جنبه، بعدين البلاد فيسل زينا هيرياكت. انت متخيل المنظر الجميل ده؟ ادي دبوس جرحني دخل معاه بكتيريا، البكتيريا هنا الكيميكال سبستانس اللي احنا قلنا عليها هتقوم عامله ايه في البلاد فيسلز، فازو كونستريكشن، فازو دايليشن، اند، وتقوم تطلع النيتروفيل. النيتروفيل لما تطلع بره اسمها انفلاماتري اكزوديت، لما طلعت بالرحله بتاعتها وعملت لي ايه عشان تاكل في الاخر، فاجوسايتوزيس. ادي صور جميله، ادي البين بريك والسكين، بكتيريا دخلت كيميكال سبستانس وسعت الوعاء، الوعاء طلع النيتروفيل، النيتروفيل ابتدت تخرج عشان تعمل فاجوسايتوزيس وتتخلص من هذا الميكروب. تاني هرجع للوكال فاسكولار فينومينا، هنقولها تاني، من اول ما ايدي احمرت وايدي سخنت وابتدت ايدي تتقل، تتقل بايه؟ بالميه. الميه دي مين؟ انفلاماتوري اكزوديت. طب والبين ليه؟ اللي هو الدولار، دولار يعني مش دولار يعني دولارات، دولار يعني سفرنج. فالناس الاجانب قالوا رابر كولر دولار، الناس القدام قالوا ريدنس هوتنس سويلنج بين لوس اوف فانكشن. يا جماعه اللي ما يفهمش اللوكال فاسكولار فينومنا عمره ما هيفهم ليه بعد ما خلعت ضرس، او ليه العيان جاي لك بضرسه قد كده ووارم. الانفلاميشن من اي كوز اوف انجري دخل وعمل لي فاسكولار ثم سيلولر ثم انفلاماتوري اكزوديت، وهذا ما يفسر واكسبلين فاسكولار فينومنا، الساينز اوف انفلاميشن. عند هنا وقلنا ده الاكيوت لوكال تيشو انجري اند فاسكولار فينومنا، امال انا يا دكتور هاعاني من ايه جنرال؟ عشان اقف عند هنا وافسر بقيت بقى مواضيع الانفلاميشن، هاعاني من سخونيه due to البيروجين produced by polymorphine، في صديد خارج حسخن ليكوسايتوزيس، روح اعمل لواحد عنده زايده، روح قول له معلش اعمل لي كرات دم بيضة، هتلاقي النيتروفيل مور ستاف، يبقى عنده نيتروفيليا، عنده انكريز النيتروفيل، يبقى معناه صديد في الدم اللي هي ليكوسايتوزيس. عنده ديجنراتيف تشينج افكتنج كل، تلاقي الكبد بتاعه سمنان والقلب بتاعه ضربات قلبه سريعه، هيعمل حاجه اسمها ديجنراتيف تشينج في كل الاورجان. يبقى انا الجنرال افكت بتاعي جاي سخنان، جاي تعبان، جاي مكسر، جاي عندي ليكوسايد عاليه. اللوكال تيشو انجري لو قلنا يعني الزايده دي هتلاقيها في جوه البطن عامله اللي احنا قلناه ده، وسخنه وتقيله وميه والكلام ده كله. انا هنا خلصت اول وتاني محاضره بس عشان اشرح لكم اللوكال فاسكولار فينومينا والاكيوت تيشو انجري، واشرح وات از ذا مينينج اوف انفلاماتوري اكزوديت اند وات از ذا كاردينال ساين. احنا قدامنا لسه ثلاث محاضرات تاني من الانفلاميشن، ارجو ان دول باذن الله يكونوا بير ان مايند، واتمنى ان شاء الله ان الانفلاميشن ياخد معاكم حظ في المذاكره.